تقري؟ يلا. اعتقد ان قرار توحيد الاذان لازم يتنفذ وبسرعه، لان في مقرئين صوتهم يكفر البني ادمين. ايه ده غريبه، يعني ما كلنا بنقول ده، وكل الناس اللي علقت في اطفال بيصحوا مفزوعين. هو ده اسلوب الصلاه اللي يلا نصلي، يلا افزعك عشان تصلي. وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، هو انت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ ما هو دي اسئله عندي انا كمان. وفين قرار توحيد الاذان فعلا؟ فين؟ ليه احنا لما اجانب، احنا مش عاوزين سياحه، ليه لما اجانب يجوا وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده؟ انا في شوارع صغيره الميكروفون بتاعها حتى وانت قافله الشبابيك بتجنني. طب ازاي في ناس عايشين؟ طب انت مش محترم كل الناس اللي عايشين في العمارات اللي حواليك دي يا اخي؟ بتجعر كده ليه وبتزعق كده ليه ومعلي الفوليوم قوي كده ليه؟ انت فاهمه؟ ده ملوش دعوه بالدين. طب انت رايك ان ليه ما تنفذش القرار ده؟ معرفش، انا مش مسؤوله. يعني انا كان نفسي ابقى مسؤوله عن حاجات كتير قوي عشان كنت خليتها تتنفذ، وحاجات صغيره هتساعدنا كلنا في حياتنا. بس ليه ما بتتنفذش؟ انا معرفش. مشغولين عننا بايه؟ طيب الذبح بقى في عيد الاضحى خارج المجازر والدم اللي في الشوارع قدام الاطفال، رايك ايه فيه؟ انا ضد الكلام ده طبعا. ايه ده؟ ايه العادات دي؟ ايه العادات يعني؟ وبعدين احنا مستغربين ان لما ولادنا يطلعوا بيحبوا العنف؟ ما ينفعش، ما ينفعش الاطفال يشوفوا الدم ويشوفوا الذبح ده. يعني انت تجيب له خروف تقعده معاه يومين وهو يعتبر الخروف بتاعه ومبسوط بيه ويقعد ياكله ويقعد جنبه، وبعدين يذبحه؟ انت بتعمل ايه في مخ الطفل ده؟